ايام المعسكر كان واخد طابع تدريبي والتنسيق بين الاعضاء الحاضرين، ما كانش واخد الشكل اللي هو التلقين، فدوت مميز جدا ان هو بيعمل حلقه وصل بين الحضور، يبدا نقل الخبرات من الحضور. والحقيقه ده حصل فعليا في المعسكر، خاصه ان ابتدى الشغل او التفسير اكثر على انواع العنف خاصه بسبب النوع الاجتماعي، وبدات المشاركات كل منها اللي عندها قصه واقعيه بمشاكل واقعيه وازاي حلتها او ازاي توقفت عليها. ده خلينا ان احنا تبادلنا في وقت قياسي وقليل، تبادلنا الشكل العنف، وفي نفس الوقت اخذنا خبرات عمليه من المشاركات اللي كانت موجوده. الحقيقه كان من النقط المهمه جدا نشتغل عليها المعسكر المراتي هي نقطه التشبيك، ازاي احنا كافراد نكون فاعلين في المجتمع ونكون بعمل تشبيكات مجتمعية بينا، بحيث ان احنا نبدأ نكون على ارض الواقع في شكل مبادرات. هي كانوا فاعلين جدا، لاني لو تستشعري ان اكثر المشاركات لازم يكون زمه صورة من صور العنف، سواء عليها هي شخصيا او على حد مقرب منها، فالموضوع كان لمسهم اكثر من ان هو بيطرح كمشكلة مجتمعية، فكانوا بيتعاملوا بيها كواقع وكانوا بيتعاملوا بيها بقلب ان هم فعلا عايزين وناويين ان هم يحطوا حركة ايجابية او فعل ايجابي منهم لازالة تلك المشكلة.